النهارده هنتكلم على فعل واحد في الانجليش، فعل واحد بس فعل ساحر، get. get ليه اكتر من 8 استخدامات في الانجليش، هنقسمهم النهارده وهنفهمهم. قبل بس ما نبتدي عاوز اقول لك حاجه، لازم تعرف ان get ده فعل في المضارع، الماضي بتاعه got، وفي حاجه اسمها تصريف ثالث في الانجليش. انا عارف ان الكلمه رخمه شويه، في البريتش انجلش بتبقى اسمها got زي التصريف الثاني، لكن في الامريكان انجلش ممكن تبقى got وممكن تبقى gotten. امتى دي وامتى دي؟ ده مش موضوعنا خالص النهارده. النهارده انا عاوز اشرح لك معنى get. اول احساس معانا the primary sense، يعني الاحساس الرئيسي، وده اللي بتلاقيه في وشك كده في القاموس اول ما بتدور على اول معنى الget، يعني بمعنى obtain, receive, buy, bring, whatsoever. خلينا نديك مثال كده. I'll get my laptop، يعني انا هجيب اللاب بتاعي، هاجلب هاحضر اللاب بتاعي. He got a new job، يعني هو حصل على وظيفة جديدة. مش هنزود فيه قوي عشان الاحساس ده في ناس كتير عارفاه. هيبقى get plus time expression، expression بقى انا اسف place expression، city country، اي حاجة مكان. المهم get مع مكان بتبقى بمعنى arrive at or reach، تمام؟ يعني خلينا نديك مثال. I got to the restaurant، يعني انا وصلت المطعم، but I didn't find you. We got to England or we got to London at 11 PM، احنا وصلنا لندن الساعة 12. خد بالك انك بتجيب get طبعا وفي الماضي got وبعدين to وبعدين المكان، بس في exceptions للموضوع دوت، زي مثلا ايه؟ get home، get work، get there يوصل هنا، get here يوصل هنا، وهكذا. دي كلها exceptions. Number 3، get plus adjective، يعني get مع صفة، صفات في الانجليش، صفة اللي هي بتوصف حاجة أو بني آدم أو توصف شيء زي crazy، corny، better. ممكن نستخدمها كمان مع comparative adjectives، يعني زي better، صفات مقارنة، stronger. وفي الإحساس ده دايما get بتحب يتحط عليها ing، أو في الغالب لو عاوز تحط عليها ing، زي مثلا إيه؟ Man, I'm getting tired. I'm leaving. I'm getting tired. شايف get و tired بمعنى متعب. I'm leaving. Number 4، understand. تمام؟ بتبقى بمعنى يفهم. اوكي؟ وبتيجي مع it. يعني مثلا لما انا اسألك did you get it؟ Did you get it؟ Yes man, I get it. فهمت يعني get it. Number 5، بتبقى بمعنى start بس ما بتاخدش مفعول، يعني مش تبدأ حاجة، تبدأ وخلاص على كده. بتيجي مع get started وبتيجي مع get going. تعال نميكس ما بين number 3 ونمبر 5 في المثال دوت. number 3 انت كنت فاكر get و adjective. It's getting late. It's getting late. We should A. get started. We should get going. 6، ودي بقى لما بتحب تتكلم عن الالزام commitment، بالذات لو انت في حاجة you're willing يعني to do it، في حاجة انت عاوز تعملها، تمام؟ وطلع نبع من جواك يعني. ودي بتساوي دي بتبقى التركيبة بتاعتها I have got to، أو ممكن تقول I got to. I got to study harder. Or I have got to study harder. Number 7، ودي عاوزك تركز فيها عشان دي مهمة جدا. get لما بتبقى جايه بمعنى make، يعني تخلي، make هنا مش معنى يصنع، تخلي، تمام؟ تخلي حد أو تخلي حاجة، تعمل حاجة. وممكن تيجي بمعنى force، انك تجبر حد برضو يعمل حاجة. التركيبة بتبقى get وبعدين بتجيب الobject اللي هو الشيء او الحد المفعول يعني اللي بتخليه يعمل حاجة، وبعدين بتجيب to وبعدين بتجيب الفعل في المصدر. ممكن ما تجيبش to الفعل في المصدر، ممكن تجيب verb plus ing، وهنشرح الفرق بينهم بالامثلة دلوقتي. المثال الاولاني لما تبقى بمعنى يخلي، يعني ما فيهاش اجبار، يخلي اللي هي make. We got a mechanic to repair. افتكر to repair مش we got a mechanic repair. We got a mechanic to repair the elevator. يعني احنا خلينا الميكانيكي يصلح المصعد. تمام؟ بمعنى يجبر بقى، وبتبان في المعنى. يعني احيانا في فرق ما بين يخلي حد يعمل حاجه ويجبره. He got me to clean his apartment because I owe him money. خلاني انظف الشقه بتاعته، او اجبرني كمان انظف الشقه بتاعته لان انا مدين له بفلوس. تمام؟ طيب امتى بقى بيبقى في verb plus ing مش to؟ بتبقى نفس الاحساس نفس المعنى، بمعنى يخلي او يجبر، بس لما بنتكلم على period، يعني حاجه بتحصل لمده زمنيه معينه. زي مثلا لو قلنا the boss got the staff working for overtime for a month. شايف for a month؟ عشان هنا جبت working مش to work، عشان انا بتكلم على مده زمنيه.
تعمل احساس، وده بيبقى في حاجه في الانجليش اسمها الباسيف فويس او المبني للمجهول. وخليني بس اشرح لك بالبساطه كده، لو انت ما بتعملش حاجه بنفسك عشان الغلطه دي بتبقى واضحه، لازم تستخدم جيت هنا في التركيبه دي. جيت وممكن كذا حاجه تانية، بس انا النهارده بتكلم على جيت. يعني بتقول مثلا التركيبه بقى، بتجيب جيت وبعدين اوبجكت وبعدين بتجيب حاجه اسمها التصريف الثالث للفعل او الباست بارتيسيبل. يعني مثلا انت لما بتروح عند الحلاق، انا بشوف ناس كتير بيقولوا كلمة غلط، بيقولوا لي I will cut my hair او I cut my hair، يعني حلقت. لا، انت هنا لازم تجيب التصريف الثالث، لازم تقول I get my hair، لان انت مش بتحلق بنفسك، الحلاق هو اللي بيحلق لك. وبعدين cut في التصريف الثالث بتاعها زي التصريف الاول زي التصريف الثاني. برضو لما بتقول، لما بسمعهم برضو لما بيقولوا مثلا ايه، انا هصلح اللاب بتاعي، I'll fix my laptop او I fix my laptop، مش انت اللي بتصلحه بنفسك، لازم هنا تجيب passive voice، لازم تقول I'll get أو I get، خلينا نبسطها I get my laptop، وتجيب التصريف الثالث بتاع fix اللي هو fixed. دول 8 حالات. لو الفيديو عجبك share and like. Thank you. Bye.